موسيقى الراي أثرت فيك إزاي؟ موسيقى عربية متقدمة جدا طبعا، يعني كان هتأثر فيا لو أثرت عربيا أكتر، لكن أنا إعجابي بيها إعجاب موسيقي مش إعجاب مضمون. موسيقى الراي ما فيهاش مضمون كبير، وإلا كان من باب أولى أثرت في عالمها العربي، لكن هم قدروا يعبروا عائق البحر المتوسط، يعدوا 180 درجة عن الأسلوب النمطي في الجزائر وانتقلوا بأغانيهم. هو أسلوب أوروبي للأغنية العربية أو الموسيقى أيا كان العربية؟ هو أسلوب تكوين عالمي، لأن أنا ما أقدرش أقول أوروبي، لأن أنا بفتح التلفزيون بتفرج على أوروبا في ثانية، مش قضية يعني. يعني هو مناخ عام عالمي، كل يوم في موسيقى متجددة وفي عباقرة ليها وفي ناس مستواهم أعلى وأعلى وأعلى، هم أنت عايشوا مع ده. استفدت من تجربتهم؟ يعني والله بدون عصبية، أنا عندي إحساس أن في موسيقيين في مصر هنا مستواهم أقوى، هم مستواهم عظيم وجميل وراقي. زي مين؟ لا، ناس كتيرة في مصر هنا، كتير كتير. عدد لي أسماء. يعني ابتداء من 77 الجيل بتاعنا ده اللي بدأ بيه يا أبو علي والمصريين وفور إم، ما دول غيروا في شكل المزيكا وفي ملامح الغنى وفي تكوينه. أيا كان كل واحد على مستوى فكره، اللي أنعش أنعش واللي غنى قضية غنى، بس كانوا حالة. أكيد هم اختلفوا عن غنى عبد الحليم حافظ وغنى فريد وغنى نجاة ووردة، أكيد اختلفوا لازم.